مساء الخير على كل جمهور السادسة اللي بيتابع حلقة النهاردة. أهلا وسهلا بحضراتكم. 10 دقايق بالتمام والكمال ظهر فيها الأهلي بوجهه الحقيقي. 10 دقايق كانت كفيلة أنه يحسم المباراة ويفوز على الحرس بنتيجة 2-0. الحقيقة يمكن بالنسبة لكل الأهلاوية وأنا الحقيقة منهم الأداء ما كانش مرضي ولا مطمئن إلى حد كبير، لكن الحقيقة برضو عشان نكون موضوعيين لابد ان احنا نشير انه عدد كبير جدا من المكاسب اتحقق في ماتش امبارح. يعني ممكن تشوف انه العشر دقايق ساره الاخرانيه كان في توفيق كبير جدا وقراءه جيده جدا من فايلر في التغييرات، قدر يغير بيها مجرى المباراه. دي واحد. نمره اثنين الناحيه البدنيه، واعتقد دي واحده من اسرار تفوق النادي الاهلي على طول المشوار، مش بس في مباراه الامس. العشر دقايق او ربع ساعه الاخيره دايما بيظهر فيها التفوق البدني الاهلي، وده يمكن اللي يفسر انه الاهلي لغايه اخر لحظه لعيبه وجمهور وجهاز فني عندهم قناعه ان هم ممكن يسجلوا في اخر لحظه. الجزء الثالث والحقيقه خلينا نقول ان في لعيبه امبارح ابتدت تستعيد جزء كبير جدا من مستواها. يعني انا بتهيالي انه واحد من اهم مكاسب ماتش امبارح يا ساره كان اجاي طبعا. اللي بعتقد انه مشاركته كانت نقطه تحول، بالاضافه طبعا للحاوي وليد سليمان اللي عنده القدره انه ينزل في اي لحظه يغير من مجرى اي مباراه.